الله معكم مشاهدينا، تحية كتير كبيرة ومميزة بوجهها لإلكن وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان، الدول العربية والعالم. وتحية بنوجهها لأصدقائنا يلي عم بيتابعونا عبر موقعنا الإلكتروني www.tvcharity.org watch and chat، أو يلي عم بيتابعونا بأمريكا وكندا عبر TV Tomorrow. حلقة جديدة من برنامج شو عندك منطل عليكم فيها، ومثل كل أسبوع بهالوقت لنضوي على أبرز النشاطات الدينية الترفيهية التربوية الثقافية وغيرها يلي عم بتصير بلبنان. منحب اليوم مع الأسف نوجه تعازينا ونعزي أمات الجيوش يلي توفوا بعرسال، مع الأسف يعني على أمل أنه الأوضاع تروق وتتحلحل وما بقى نخسر من شهدائنا. انطلقت من مذبح الرب مرنمة صغيرة بجو الضيعة يحشوش، وشاركت بمسابقات ترانيم بصوت المحبة ونالت الجائزة الأولى، واليوم بتجدد نشاطها الروحي وبتطلق ترتيلة بعنوان أمي بشهر العذراء المبارك، وهي موجودة معنا اليوم لنحكي عن هيدا الترتيلة وعن الكليب. الفنانة باسمة، أهلا وسهلا فيك. مرسي ماري نويل، صباح الخير لكل اللي عم يشوفونا ويشاهدونا، وأنا بحب بلش نهاري بسلام المسيح والله معنا. آمين، وسلام المسيح بقلوب كل يلي عم يتابعونا. باسمة اليوم موجودة معنا لنضوي على العمل يلي حضرتي له من زمان. نعم. بس هلأ قررت أنك تصوري كليب يلي هي ترتيلة للعذراء أمي. خبرينا عن فكرة الترتيلة، يعني باسمة بعد عمر طويل بالفن ومرحلة طويلة حبيت أنك تكرميها يمكن بترتيلة بشهر العذراء وتطلقي لها الكليب، لأن نحن عرفنا أن الترتيلة هي تحضرت من قبل. هي موجودة من قبل ماري نويل، بس نحن هيك حسينا في همة عنا السنة. نعم. حسيت أنه علي واجب لازم أعمله. إجا شهر العذراء وشهر مبارك ومقدس، وبتعرف العذراء ام الكل، وقد ايه بنطلب منها وقد ايه قد ايه قد ايه بنصلي لها يعني. سولقيت انه لا، لازم بقى اصورها للترتيلي، وموجوده عندي وحرام ما اصورها. نعم. بشكر كمان المخرج رامي حداد يلي كان مشجع كمان انه ايه بنصورها، وحتكون طريقه تصويرها شوي جديده كمان، وهذا اللي صار يعني. كمان بحب اشكر كمان وجود انتوني بونجا يلي كمان شجعنا وفات معنا بالفكرة، وكتير حب يكون موجود بالكليب تبع ترتيلة أمي. نعم. حسيت الترتيلة وصلت للناس ماري نويل، كل الناس حبتها. الله رب، حتشوفوها كمان هون عندكم بتشاريتي تي في. نحن عم تنعرض عنا على عم تنعرض تشاريتي، وأكيد هلأ بيسيق الحلقة رح نشوفها ونشوف هيدا العمل. إذا بدنا نحكي عن عنوان الترتيلة أمي، يعني هيدا الكلمة كتير أساسية بحياتنا ومنقولها كل يوم، فكيف إذا عم نقولها لأمنا العذراء؟ قد ايه بتحسي بهيدا الكلمة باسمة بحياتك، بعلاقتك مع أمنا العذراء؟ أنا علاقتي مع أمنا العذراء كتير هيك إذا بدك خشوعية. أنا إيماني كتير كبير بقلبي، مش من الأشخاص اللي بيمثلوا حركات من برا، لا، أنا بصلي بقلبي. الإيمان بالقلب أهم بكتير من إيمان المظاهر والمناظر قدام الناس. نعم. علاقتي بالعذراء كتير 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 قريبة، وهي بتعرف وأكيد عم تسمعنا هلأ وعم بتشوفنا، لدرجة أنه أنا أم وبعرف شو علاقة الأم بولادها. نعم. لما بطلب لها كبنت من ولادها، مش كأم. مثل ما بطلب لأولادي التوفيق، بطلب منها توفقني وتساعدني وتبارك لي عائلتي وتبارك لي أهلي. نعم. باسمة، أنا بعرف أنه للإيمان مطرح كبير وجوهري بحياتك العائلية مع أولادك وزوجك، كيف تحاول توصلي هذا الشيء بعلاقتك مع أولادك، تقربيهم يمكن من الروحانية الصادقة موجودة فيك؟ مش من زمان كنت عم بحتفل بأول عرس لابني، قربانة ابني جيو، وهيدا يمكن بقوله دايما نحن باللبناني هون، بقوله انه اول عرس للولد دايما مع بارسلون، بدي وجه له تحيه كثير بحبه. سو بفتكر يمكن القربانه هي كثير كمان بتقرب الولد لما بصير يسوع. نعم. بقلبنا، هيدا اللي بعلموها للولاد، ونحن يسوع بقلبنا من نحن وصغار لهلا. انا ولادي دايما بالكنيسه بحب اخذهم على القداس، بحب فوتهم على بيت الله يعرفوا كيف خدمة القداس وكيف بتصير، لأن أنا طفولتي كلها كانت بالكنيسة. نعم. كنت أخدم القداس، ومثل ما تفضلتي وقلتي بالمقدمة. نعم. إيه مزبوط، كنت مرنمة صغيرة بالكنيسة وكان كل شيء علي وأنا السوليست، فبقى بحب ولادي عايشهم مثل ما أنا كنت عايشة يعني، وهذا الشيء كتير بيأثر
بحياة الأم على أولادها، كيف أنا كنت عايشة بحب عايشهم. ولأكد لك أكثر، الأربعة حكون موجودة بكنيسة مرفوقة. نعم. طلب مني أني ساعدهم بخدمة القداس، وقلت لهم أكيد أنا موجودة. ستة ونص القداس يلي بحب يكون موجود. نعم. بكنيسة مرفوقة يحضرونا أنه إذا بحبوا يشاركوا بالقداس، القداس الأخير لنهاية شهر العذراء. نعم. هيدا بيكون أنا بكون موجودة فوق لساعدهم. ما حقلك أنا الأساسية، نو. نعم. أنا بساعدهم بخدمة القداس. ولادك باسمة، بما أنك كنت عم تحكي عنهم، عندهم موهبة فنية بتشجعيهم عليها يمكن أنه ينموا ويطوروا، عندهم حب للموسيقى؟ أصواتهم كتير حلوة، أصواتهم. نعم. كتير حلوة اتنيناتهم. بس بتعرفي ماري نويل، نحن اليوم أجواء الفن شوي هابطة عنا. نعم. وأنا أنا صراحة مش راضي عليها، ودايما الأم بتريد الأفضل والأحسن لأولادها، فبقى أنا بقول لهم شهادتكم قبل كل شيء. نعم. علمكم قبل كل شيء، العلم بوديهم لمحل ما هن بدهم ساعتها بنقوا، بس أنا علي وجههم حطهم على السكة السليمة يلي هي العلم يلي هي النور، إنه يتوجهوا بشهاداتهم قبل ما يفوتوا بأشياء هابي يحبوا يعملوها. بنتي على طول أنا وياها بشريعة يعني. نعم. صوتها كتير حلو، بتحب وبتحب تكون مثلي، بتحب تقلدني، وبتحب هيدا شيء طبيعي. نعم. بس أنا ما بشجعها كتير ماني نويل يعني. قد عمرها بنتك؟ عمرها 12 سنة. أنا بحب أكتر يهتموا شوي بدروسهم، لأنه العلم نور، وبس يتنوروا ويتعلموا ويتسقفوا بالحياة ساعتها هن بنقوا بدهم اياه، وأنا بكون برفقتهم أنا وجوزي. نعم. بس ما قديه بمسيرتك بالفن، يعني الشخص يلي بيكون جاي من عائلة ربيت على تقاليد وعندها قصص صالحة ومبنية على الإيمان المسيحي، قديه بيواجهوا صعوبات، قديه صعبة بالمشوار الفني اللي هو طريق مغري فيه كتير مغريات، قديه كان في تحدي بحياتك؟ تحدي كتير كبير ماني نويل، لأنه أنا عم بفوت بأشياء، عم بتفوت بمغريات الحياة ومغريات الفن، وفيها دهاليز إذا بدك. نعم. بس أنا الحمد لله تخطيت هاي الأمور كلها، حربتها بإيماني. طبعا في مغريات الليل، هن بيقولوا لها مغريات الليل، يعني الحمد لله قدرت تخطيتها وقطعتها بسهولة بقوة الله يعني. وهيدا الشيء يمكن اللي ميزني، أني دايما بقولوا باسمة بتغرب بسرب لحالة. نعم. وأنا مميزة حالي صراحة، ما بتنازل على حيلا عرض بيجي علي، وما بركض على المصاري ويلا مهم أعمل مصاري. نعم. لا، بنبش على النوعية لا أحصل على البدية. يمكن هذا الشيء اللي بيخوفك من دخول أولادك لعالم الفن؟ طبعا أكيد، يقع تحت التجربة، وخاصة البنت ماري نويل. يعني اليوم بيقولوا الخطر على الصبي وعلى البنت، بس أنا بالنسبة لي دايما بشوف البنت الأضعف، بلاقيها الأضعف دايما، وبخاف لأنه البنت معرضة أكتر بالليل للأشياء المنا منيحة. سو أنا دايما حريصة عليهم اتنيناتهم، بس البنت بعد أكتر بخاف كتير عليها، ودايما بعد لها الفكرة، قصة الفن بعد لها عادة. نعم. باسمة، ترتيلة العذراء أمي هي ترتيلة حضرتي لها من قبل. نعم. إنما هلأ قررتوا أنه تصوروها فيديو كليب وتطلقوها، لأنه في موجة كليبات عم تتوجه للعذراء، هذا الشيء شجعكم ولا أنت من قبل كنت مقررة هالفكرة؟ يعني قد عملوا تراتيل مدينة؟ يعني هلأ عم نشوف في كتير فنانين عم يتوجهوا أنه يعملوا تراتيل دينية وعم نسمع، فهذا الشيء برأيك إيجابي؟ أي أكيد إيجابي، بس أنا مش ولا صارت موضة يعني؟ إيه، أنا مش قصة موضة ولا لتكون زيادة عدد عندي أنه أنا عملت شيء للعذراء. لا، أنا حسيت لازم أعمل. نعم. حسيت أنه لازم أكون متواجدة فيها وموجودة عندي، وكتير مناسبة لشهر العذراء يعني، وكلمة أمي يعني أكيد مهمة كتير. سو هيدا اللي فكرت فيه يعني. ما قلت أنه يلا على الموضة كلهم عم بيعملوا تراتيل ويسجلوا. وباي ذا واي بحب ضيف شغلة، أنه أنا وبيرسلوم هلأ أن الله راد. نعم. بدنا نحضر سيدي لكل القديسين، بدنا نعمل تراتيل، بدي اجتمع أنا وياه. نعم. حتكون تراتيل لكل القديسين تقريبا، بس أول ترتيلة يمكن أنا شوي بحبها زيادة عن غيرها، قديسة رفقة. نعم. رح تكون لإلها أول ترتيلة، يعني عمل كتير حلو يكون أكيد قريبا. باسمة، أنا وياك ما رح نشوق بقى المشاهدين أكتر، ورح نسمع نحن وياك وياهن ترتيلة أمي. موسيقى
الحنوني مسحت الدمعة من الكل مسحيها من عيوني امي يا ام الكل يا عطر الحنوني مسحت الدمعة من الكل مسحيها من عيوني انا الخاتم قبيلك جاي اركع بجروحي من جواتي صليلك من قلبي وعقلي وروحي انا الخاتم قبيلك جاي اركع بجروحي من جواتي صليلك من قلبي وعقلي وروحي امي يا ام الكل يا عذرا الحنوني مشيت بهاك الدرب انا خطيت بوجه الرب انا مشيت بهاك الدرب انا خطيت بوجه الرب ساعديني سامحيني بدايكي ضميني يا امي يا ام الكل امي يا ام الكل يا عطر الحنوني مسحت الدمعة من الكل مسحيها من عيوني رد من عندك فل ردي ع إيمانه ابنك عبي ضل تيربح غفرانه امي كثير حلوة يعني عمل رائع باسمة شو بتخبرينا عنه كلمات ألحان التصوير يعني المكان كثير مميز وحلو مثل ما شفنا سوري هيدا بحث الصباح يعني أنا بحياتي مش وعي يعني رغم البحة ما رح تفل اليوم من حلقتنا إلا ما نسمع شيء من صوتك أنت وحظك تطلع البحة أو ما بتطلع بدي أشكر كل الأكيب اللي كان معي متواجد معي بالتصوير بكنيسة سيت البشوش ببكركي نعم. كمان بدي أشكرهم فتحوا لنا مجال عطونا الكنيسة عطونا المفتاح أمنوا لنا هيدي ثقة حلوة كتير بشكرهم عليها كمان بدي أشكر كل الأشخاص اللي كانوا معي من ماكيار تبعي جون دوار جوليانو أسمر شعري كل المصورين جوزيف شمعون شكرنا أنتوني بونجا كمان على قدم لنا مسبحة كتير حلوة كمان بالكليب كلمات ترتيلة روجي ظهرية ألحان بسام دكاش وتوزيعه لقلو كمان توزيع كان لقلو نعم بقى كل الأكيب بحب أشكره باسمة يعني روجي إجا لعندك قال لك عندي هيدول الكلمات حابب أنه يمكن تغنيهم بصوتك ولا أنت اقترحت فكرة أنه عبالك تعمل عمل نعم والله هو كتبه وعرض علي وحسيتها كتير قريبة مني الترتيلة نعم. قلت لك كل شيء بيجي بوقته يعني قداني مت الترتيلة إجا وقتها أنه السنة نصورها وتكون موجودة على الهواء والناس تحضرها نعم. كل شيء بيجي بوقته ما في شيء بيروح دعان وخاصة ترتيلة للعذراء يعني طوق وطار بدي أعملها ما حأهرب يعني بقى ساقبت السنة عملتها نعم يمكن من خلالها بتشكري العذراء والله على على نعمة الصوت اللي عطيك إياها ويلي العالم كتير بتحبها وبينطروك دايما ليسمعوا كتير أغاني من صوتك وختمتيها يعني هلأ بترتيلة كتير حلوة وأكيد نحن ناطرين السداء يلي قلت أنه رح يكون فيه ترتيلة للقديسين طبعا بس باللبناني
أنا طلبت، وكان شرط الأول مع برسلوم إنه يكون باللبناني. بحس هيك لهجتنا اللبنانية لازم، مش بس بالفن عندي أنا. نعم. يعني أنا دائما بحافظ على اللهجة اللبنانية، بقولوا لي مصري بقولون مع احترامي للهجة المصرية، بس نحن اللبنانية فنانين لبنانية لازم ندخل على كل الدول العربية بلهجتنا ونتفاخر فيها. سو أنا حتى بالترتيلي بدي لبناني. نعم. يعني بدي اللهجة اللبنانية نركز عليها أكثر، وهذا كان طلبي لبرسلوم، وإن الله رد بدنا نبلش. نعم. فيه للمشروع. وباسمة أنا شخصيا كثير بحب صوتك بالفرنسي وبالأنجلي، فرح نسمع منك أغنية مهضومة. شو بتحب؟ مقطع صغير. أوكي. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, l'as juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. بهدي على كل اللي بيحبوا باسمة وبينتروا أعمالي وبحبوني وفانز لألي، وبهديك إياها لألك مارينو. مرسي. وأنا كمان لكل اللي عم يشاهدونا على تشاري تي في كمان. وقتها منكون بحالة ضياع وتعب وبحاجة لحدا يفهمنا، منقول أمي. كيف إذا كانت العذراء أم الكل وعم نخطبها وعم يعني بسمع صامت؟ نعم. يعني نحن ما بيوصلنا. نعم. من العذراء يمكن بصوتها. فباسمة كيف بتحسي لما العذراء تكون بدها توجه لك شيء؟ يعني كيف الإلهام بتشوفيه بحياتك؟ صراحة أنا عندي خصلة دايما، يعني إذا بقوم الصبح بقول بصلي بإيدي على وجهي، بقول يا رب أعطيني خير هالنهار وهيدا نهاري وإنت معي. هي الجملة كل يوم برددها. نعم. وعن جد يرددوها كل اللي عم يشوفونا ويشاهدونا، شوفوا نهاركم كيف بيصير حلو وبوزيتيف دغري. أكيد العذراء أنا دايما بتعطينا أشير، ولبل أكتر من هيك بتعطي أشير لجوزي كتير. نعم. يعني حتى هلأ إذا بدي خبرك خبرية كتير خبرينا. جمعنا شوية صفات. نعم. نحنا من الطبيعة، أنا وإلي كتير منحب الطبيعة، سو كنا على البحر من 3 ايام جمعنا صفد، وهيدي الصفد لانه عامله عجيبه معنا من فتره العذراء، من شي 4 سنين 5 سنين كان في عنا مهرجان بسيد تحراجل. نعم. وهيدي بحب خبرها واقولها معلي، نحن لازم نشوف بحالنا بهالاشارات اللي بتجي من ربنا ومن العذراء. كان عنا حفله، وانا دائما بحفلات الكنايس ما بتقاضى وما باخذ ابدا، بقدمها للعذراء، بقول العذراء توفق لي ولادي، وهيك بفكر وهيك برتاح. يعني نعم. كل الناس بتعرف انه انا باخذ اجر بالسهرات الكنايس. سو هيدي الليله كانت جدا مفوله، وكانت الناس كتير بسيد تحراجل. بيجي لي ليعطيهم مصاري للفرقه الموسيقيه، بقول لهم انتم كلكم طلع لكم، انا ولا ليره حجر طلع لي. فتح الكيس. نعم. وعطيهم المصريات، وعم يعمل بالكيس هيك، وإز بتنزل حجرة، ليرة حجر بتنزل على الشوز تبعه. نعم. كان بعده عم بيقول إنه عن مزح، عم بيقول لهم إنه أنتوا كلكم أخذتوا، أنا طلع لي ولا ليرة حجر حتى العذراء عطيتني، وعطيته ليرة حجر. ومن وقتها بنعمل لها نحن هيك مثل برواز صغير من صفد البحر، وبنهتم فيها وبنصلي لها وبنشكرها دايما. نعم. يعني خبرية كتير حلوة. وبتزيد الإيمان، وبتزيد أنه يمكن بحياتك اليومية تتكلي أكتر على العذراء بكل شيء بتقومي فيه. هذا الشيء كنا عم نحكي عنه بداية نهارك مينوال، وختاما وختامة حياة الإنسان. يعني الختمة كلها هي الصلاة والرجاء، لو ما عندنا الرجاء نحن ما فينا نكمل حياتنا.
يعني شو ما بدك تعملي يا رب دخيلك وفقني خدني بالسلامة ورجعني بالسلامة. الرب دايما موجود معنا، يعني ما فينا نتركه. بعدين ربنا ما بيتركنا. أنا بقولوا لي الله تخلى عنه، لا ربنا ما بيتخلى عنه، نحن اللي منتخلى عنه، نحن اللي منبعد عنه، منبعد عن الإنجيل وعن الكنيسة وعن الصلاة. بفتكر الإنسان هو ضعيف على الأرض، يا بيتقرب من ربنا يا بيبعد عنه. ربنا ما بيبعد عنه، حتى نحن عاملين جرائم كتير وخاطين بيضل يسامحنا ويرحمنا. قديه هو طيب، قديه نحن ما بنعطيه الحب اللي هو بيعطينا إياه. نعم. باسمة، بنعرف انه اللي بيشتغل بمجال الفن بيكون عنده كتير يمكن التزامات بتاخد من وقته، قدي هيدا الشيء يمكن بخليك انك ما تكوني عم بتمارسي التزاماتك الدينية؟ صحيح. يعني بالأعياد رغم هيدا الشيء، يعني انا شخصيا بشهد انه كل سنة بنتلاقى لما منزور سبع كنايس بتشوفوني مع العائلة، حتى بجيب أولاد بحب عودهم مارينا ويل، بحب يفوتوا على بيت الله يعرفوا خدمة ربنا كيف بالكنيسة. حتى لما بيجوا بيلموا الصينية كمان بعطيهم مصاري بقول لهم بتحطوا، وإذا طلب منهم حتى يعطوا القربانة للأبونا أو يخدموا بكون كتير سعيدة إنهم عم يخدموا وعلمهم، وهيدي وصلت له وبعد رح أعملها. يعني بحبهم يكونوا قد ما فيي يكون موجودة بالكنيسة كرمالهم وكرمالي أكيد. ما بقصر أبدا، قلت لك عم يدعوني كتير هلأ، وقد ما فيي عم بكون موجودة قد ما فيي، لأنه الحقيقة هي ربنا. وكل اللي عم نعمله نحن على الأرض مالي نويل مجد باطل. الفن كل أعمالنا كل مهنة كله مجد باطل، بس نحن الفن لأنه فعطي زي أكثر من غيره، مش من مستلزمات الحياة. نحن الفن إشياء ترفيهية أكثر للناس، إنك تنطربي بالفنان وترحي تحضريه. أنا اليوم بلاقي كله هيدا مجد باطل قدام ربنا وحقيقة ربنا. نعم أكيد. باسمة، إذا بدنا نرجع ونضوي شوي على علاقتك بولادك، قد ايه ولادك بينبسطوا إنه أمهم حدا معروف بتطلع على الشاشة؟ قد ايه هذا الشيء بيشوفوا حالهم فيه؟ كتير. أو يمكن هذا الشيء بيعتبروه إنه عم بيخذلهم من وقتهم، يعني أمهم يمكن بدها تتفرغ للفانز للعالم لحفلاتها. يعني قد ايه عم بتحاولي توفقي بين شغلك وعائلتك؟ بالانس كميزان كتير صعب. يعني أنا بالبيت مش باسمة أبداً، أم لأولادي وست عادية جدا، ما رح أقول لك ست بيت لأو أعرف أطبخ بس أنه ست أم موجودة 100% مع أولادي. وبرات البيت أكيد بكون باسمة وعندي شخصية تانية، يعني وهيدي يمكن هيدي سر نجاحي، أنه لما بكون على المسرح بكون باسمة 100%، بس لما بكون بالبيت ما بكون باسمة، بكون أم لأولادي معهم عم درسهم وحدهم وقد ما فيه بكون حدهم. صعب كتير ولا أصعب من هيك. نعم. لأنه بنفس الوقت ما في كمان أشلح طوب باسمة، يعني أنا باسمة قدامهم وهن بيشوفوني على التيفي وبيشوفوني بالبيت. بالنهاية كمان هيدا الموهبة هي موجودة فيك وأنت عايشة فيها، يعني صعبة أنك تقدر تطلع. ما فيني أتخلى عنها 100%، بس بحاول قد ما فيه. هيدا الشيء مأثر عليهم الحمد لله، بشكر الله أنه بالمدرسة بيشوفوا حالهم فيه. يعني هيدا الشيء بفتكر هي أحلى وردي أنا بوريتها لأولادي، إنه يتفاخروا فيي ما يستحوا فيي. ليه؟ لأني محافظة على حالي ومنتبهة على اسمي وعلى صيتي. هيدا الشيء اللي بورته إياهم، إنه أنا مثلا جايال بالمدرسة بتقلي ماما كتير بشوف بحالي إنه كلهم بيقولوا نيالك أمك باسمة، بس أنا ما بتبهي، أنا ما بشجعها على موضوع إنه روحي أنت بنتها لباسمة وتكبري عليهم وشوفي حالك عليهم. ماما لا بالعكس، بقول لها ماما لو أنا أمك بتكوني أصحاب مع أصحابك وقريبة منهم، وما تنغري على أصحابك اللي بحبوك، وخليكي طبيعية، خليكي ناتورال. نعم. ما تنغري. أنا ما بنغر، قلت لها أنا أمك وباسمة وما بنغر، فبقى بليز لما بتكوني هونيك ما تعملي مشاكل وتقولي لهم الماما باسمة هيك دايما كانت تعمل سنة الماضية، بس السنة كبرت شوي ونضجت صارت أحسن شوي. نعم. كانت تعمل مشاكل وتبعت لي الوراق على البيت إنه روحي يا ماما باسمة حل المشكلة. باسمة، إذا بدنا نحكي عن علاقتك بزوجك، يعني أنا بعرف قد ايه هو بيدعمك وبيقف حدك. نعم. وبيشجعك بكل عمل بتقومي فيه، قد ايه العلاقة مباركة وصادقة؟ 100%، وهذا الشيء اللي مخليني يمكن مكفية بالفن، وهذا الشيء اللي مثبت لي إجري بالفن ومخليني قوية أكتر. يمكن لو زوجي مش مهتم فيي أو منه داير باله علي وعلى شغلي أكيد يمكن يكون مشتتة أكتر ومش عارفة وبضياع أكتر، وخاصة أنه في ولاد. يعني نعم. أنا اليوم ما بنسى أني أنا فنانة، بس ما بنسى أني أم قبل ما أكون فنانة. قلت لك هيدا البالانس اللي صعب،
يعني قديه فنانه والجمهور بده ياني، قديه كمان ولادي بحاجتي لك كمان. هيدا الشيء تتوفقي فيه بدك تشغلي راسك وقلبك بنفس الوقت، هيدا اصعب يعني من اصعب الاشياء اللي ممكن تعيشيها، انك تكوني ام وتكوني فنانه، لان جمهورك بده اياكي ولادك بحاجتك اكثر، يعني بدك تحاولي دائما تتاقلمي بين الموضوعين وتوفقي بيناتهم. نحن باسمه ما عندنا شك واكيد هيدا العلاقه باردون مالينا ولا هيدا لرد على جوابك، بس لانه رحت على غير موضوع، هيدا الشيء كمان بياثر على زوجي كمان، بس طاميو انه هو معي بالموضوع، هو مدير اعمالي، هيدا الشيء ما بخليني اني ضيع علاقتي بيني وبين زوجي. جمعتنا المهنة وجمعنا الواجب بيناتنا. نعم، يمكن هذا الشيء هو إيجابي بعلاقتكم. باسمة، شو بنحب نختم بترتيلة من صوتك؟ اطلبي لنا يا أختنا يا بنت أرضنا وأرزنا يا عروسة المسيح تبقى، اطلبي لنا يا رفقة. شقفة صغيرة بس للقديسة رفقة. للقديسة رفقة. هلأ قريبا جاي عيدة كمان، رح اطلع وزورة واشكرها، وبحب اقول انه عاملة عجيبة معي كمان، بس ما بحب بصيروا يقولوا انه اف باسي ما شو لانه طلعت على تشاريتي تي في عم تقول، لا هول الاشياء ما بتتخبر. نعم. الا للابونا او بالكنيسة او انت وعم تعترفي، ونحن بنحترم هيدا الشيء، بس في اشياء صارت معي كتير حقيقية، مشان هيك بتشوفيني هالقد مؤمنة وهالقد بحبها. نعم باسمة، نحن منهنيك على الروحانية الكثير حلوة الموجودة فيك، رغم نعرف انه طريق الفن صعب والواحد بيتعرض لكثير مغريات، انما رغم كل شيء انت قوية بإيمانك وبمحبتك لله والعذراء والقديسين. وبرجع بركز لك هون وبرجع بركز علي ولكل اللي عم يسمعونا، كل اللي عم نعمله مجد باطل، الحقيقة هي ربنا ويسوع المسيح. أمين. باسمة، أنا كتير بشكرك على وجودك معي وبتمنى لك التوفيق، والعالم كله حابة ترتيلتك، ونحن بانتظار السادية اللي عم بتحضري إن شاء الله يا رب للقديسة بإذن الله. وأنا بشكركم، بشكرك مالي نويل والأكيب العمل كمان، بشكر تشاريتي تي في، وأنا موجودة دايما شو بدكم، أنا موجودة من عيوني. شكرا لك باسمة. مشاهدينا متابعين، نحن وياكم ضمن برنامج شو عندك بعد هالوقفة. أحبوا أعداءكم وأحسنوا إلى مبغضيكم وباركوا لعنيكم وصلوا لأجل المسيئين إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الآخر، ومن أخذ رداءك فلا تمنع عنه ثوبك. وزارة المحبة. تعميم: تعلن الوزارة عن بدء برنامجها الصحي المجاني والضمان الشامل المجاني توريسك، يحفظ قلبك وفكرك وحياتك. سلم كل شيء للرب واخذ ضمانك الكامل الحقيقي. تيفي تشاريتي بتحب اللي انت بتحبه، صار فيك تحمل ابليكيشن تيفي تشاريتي عبر الايفون والاندرويد. حمل ابليكيشن تيفي تشاريتي حتى يكون يسوع دايما صديقك. كانت حياتنا هيك مثل الزيح، ما فيها شي، جرب الرب يحكينا ويرفعنا بالانبياء، بس رجعنا وقعنا وكملنا المشوار، وجرب الرب من جديد يتواصل معنا ويعلينا لعنده، بس الإنسان ما صمد وتخلى من جديد عن الرب،
وبعد ونزل ولعب بقلبه الشرير وسقط الإنسان بخطيته وكبرت المسافة بينه وبين الرب. بس كمان مرة رب نزل لأعماق أعماق خطيتنا ورفعنا لعنده لفوق تنكمل معه المشوار. واحدة كلمة صغيرة قلت العذراء رجعت الإنسان ابن الله. نعم غيرت كل مسار الدنيا. أنت مستعد تقول نعم وتغير حياتك؟ من الضروري والملح أن يكون هناك جيل جديد من الرسل يكون متجذراً بكلمة المسيح وقادراً على أن يعطي جواباً عن أسئلة عالمنا الحاضر، وأن يكون مستعداً للتبشير بالإنجيل في كل مكان. TV Charity from Mexico. Mexico! Ay, 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 ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi متابعين، احنا وياكم مشاهدينا ضمن برنامج شو عندك. بذكركم اذا في عندكم اي نشاط بتحبوا انه نحكي عنه ونضوي عليه وتكونوا ضيوف معنا، ما عليكم الا تراسلونا عبر موقعنا الالكتروني info@tvcharity.org او تتصلوا فينا على رقم التليفون 0991491 5. متابعين، بالقسم الاخير من حلقتنا لليوم من شو عندك وبصرنا نستضيف المحامي رشيد جلخ رئيس مؤسسة المونسينيور إغناطيوس مارون لنحكي اليوم عن جائزة المونسينيور إغناطيوس مارون يلي تعطى للطلاب الفائزين بالكونكور يلي رح نحكي عنه ويلي رح تقام مساء بكرة الأربعاء 26 أيار الساعة 6 عشية. أهلا وسهلا فيك متر رشيد. شكرا لاستضافتكم وتحية لتيفي شاريتي ولكل مشاهدي تيفي شاريتي. إذا بدنا نبدأ نحن وياك ونضوي أكثر على مؤسسة المونسينيور إغناطيوس مارون، شو دور هالمؤسسة وشو أهدافها؟ أول شيء فيني نتفة صغيرة استميحك عذرا بالحديث عن من هو المونسينيور إغناطيوس مارون. نعم، رجل كنيسي ورجل وطن بامتياز، كان أول أمين عام للمدارس الكاثوليكية، كان أول أمين عام لمجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك. نعم، وترأس فترة لا بأس بها مدرسة الحكمة ببيروت، إضافة إلى أنه أنشأ هو الكشاف اللبناني. إذن رجل ملأ بنشاطه الوطني والكنسي والتربوي حيز كبير من حياة الشبيبة حاليا وحياته هو. بعد وفاته رغبة مدرسة الحكمة وعائلته المتمثلة بشيئته الدكتورة تيريز اللي بحييها بهالمناسبة انه تنشئ مؤسسة، وانشأ مؤسسة المونسينيور إغناطيوس مارون بمنتصف تسعينات القرن الماضي، وهي عبارة عن مؤسسة تعنى بنشر اهداف ومبادئ يلي عمل من اجلها المونسينيور إغناطيوس مارون طوال فترة حياته. نعم، تشجيع الطاقات الشابة والتلاميذ عبر مسابقات ومنحهم المنح المالية بس التشجيعية بالنتيجة، والمساهمة أيضا بمشاريع ثقافية وطنية كبيرة تدخل كلها ضمن إطار التربية والثقافة والشأن الوطني الصالح لمجتمع اليوم. نعم، هذه هي مؤسسة المونسينيور إغناطيوس مارون. رئيس الفخري دائما بيكون راعي أبرشية بيروت للطائفة المارونية. نعم، أعضاء الحكميين فيها هن دائما رئيس مدرسة الحكمة، رئيس جامعة الحكمة، أمين عام المدارس الكاثوليكية في لبنان، رئيس قدامى مدرسة الحكمة، ورئيس المعهد الحكمة العالي للعلوم التقنية.
إضافة لأشخاص آخرين يتغيرون بتغير الانتخابات، ولكن في عنا أعضاء حكميين اللي سميت لك هون، وفي عنا أعضاء متحركين. المؤسسة من وقت ما تأسست للسنة الماضية ترأس المرحوم سعادة السفير فؤاد الترك، ولكن مع الأسف المنية أخذته منا بشكل مفاجئ، وكان لي الشرف أني يكون أنا رئيسها بثقة الأعضاء والهيئات المنبثقة منها. نعم. وهيدي اليوم نحن معك بهال نعم تنضوي على النشاطات يلي بتحضرها وبتقوم فيها مؤسسة المونسينيور إغناطيوس مارون، والمسابقة يلي رح نحكي عنها. نعم. يلي رح توزع الجوائز لإلا بكرة، إذا بتخبرنا شو هي المسابقة ومين الصفوف اللي شاركت فيها؟ المسابقة هي مسابقة سنوية. نعم. تحصل كل سنة بين تلامذة صفوف التيرمينال والبريمير والسكوند. المسابقة أي كل المدارس الكاثوليكية. كل المدارس الكاثوليكية. نعم. اللي بترغب تشارك، والأسئلة تضعها لجنة من الأساتذة، وبشكل عام بيكون السؤال كل سنة يتمحور حول موضوع معين. السنة. نعم. كانت الأسئلة حول سنة الإيمان يلي عمالي بتعيشها الكنيسة الكاثوليكية بهيديك الدعوة يلي أطلقها قداسة الحبر العظم بنديكتو السادس عشر. نعم. وفي الواقع المسابقات تجري بمدرسة الحكمة ببيروت بمشاركة كل تلامذة المدارس، والتصحيح بيكون عبر معايير التصحيح الامتحانات الرسمية، يعني الاسم ما بيكون موجود، وفي تصحيح أول وفي تصحيح تاني، وفي علامة وسطية بين العلامتين. نعم. اللتين تحصل عليهما كل مسابقة بنتيجة التصحيح الأول والتصحيح الثاني، وبالتالي تعلن النتائج ويكون لك فائز بكل صف بالترمينال وبالبريمير وبالسكوند. يعني ثلاث أشخاص. ثلاث أشخاص. نعم. مبدئياً، وبالتالي إجمالا بيكون بتكون النتائج تلاميذ منتسبين إلى مختلف المدارس الكاثوليكية في لبنان. الملاحظة هي إنه هالمسابقة كانت عم تجري فقط باللغة الفرنسية. ابتداء من ستة جين الله راد راح يكون عنا مسابقة باللغتين الفرنسية والعربية، لأنه بالنتيجة مدرسة الحكمة مدرسة اشتهرت باللغة العربية إضافة إلى اللغات الأخرى. وكل سنة بالنص الثاني من شهر أيار بطلع حزيران بصير تسليم الجوائز في مدرسة الحكمة، وبالنتيجة بكرة نحن على موعد. نعم. الله راد مع تسليم الجوائز للعام الدراسي 2012-2013 في الصالون الكبير لمدرسة الحكمة الأشرفية في بيروت. نعم. ماتر رشيد، يعني المواضيع اللي عم تختاروها عم بتكون منوعة، والسنة اخترته الإيمان سنة الإيمان. نعم. قديه عم تلمسوا من خلال كتابات هالطلاب بعمق ديني بعمق صحيح بيشبه تعاليمنا المسيحية؟ بصراحة تلامذة المدارس الكاثوليكية يعني بعد الجو اسمحي لي بالكلمة الكاثوليكي. نعم. موجود لبال متوفر، يعني بدون ما سمي يعني مدارس الإرساليات اللبنانية كانت أمر الأجنبية أمر الرهبانات اللبنانية أم مختلف مدارس الراهبات، لا شك بعد في منحة كنسي كاثوليكي. نعم. لبال أنا في بعض في بعض التلاميذ منهم كاثوليكي إني أرثوذكس يعني بمدارس كمان، ولكن نحن ما بنتوقف عند هالموضوع. هذا يلي بدي أقول لك هو إنه المسابقات اللي عم تجي والتصحيحات اللي عم تحصل عم بتدل على أنه في مستويات لا بأس بها. نعم. وفي إذا ممكن نقول نوع من تعمق بمجرى الحياة الروحية المسيحية من قبل هالتلاميذ، لأنه بالنتيجة ما تنسي تجمع المدارس الكاثوليكية يعني كمان في ناحية من نواحي التعليم الديني والتعليم الكنسي بمنهاج الدراسي، صحيح هالشيء ما انه متوفر وما في مواد له بالمدارس بالامتحانات الرسميه. نعم. ولكن ما بيمنع انه التعليم الديني والتعليم المسيحي في كل المدارس ما يزال قائم، ناهيك بانه هالتلاميذ اليوم اغلبيتهم هن اعضاء بتجمعات بفرسان بطلائع
بحركات شبابية وعم بيشاركوا بمؤتمرات بندوات، مثلا مهرجان الشبيب العالمي يلي عم بيحصل كل سنتين ببلد من العالم. نعم. عم بيروح فيه وفود لبنانية من تلامذة مدارس وجامعات. إذن اليوم التعاطي بين الشبيب سواء كانوا تلاميذ مدارس أم تلاميذ جامعات بالشأن الكاثوليكي المسيحي ما يزال بحمده تعالى يعني في الواقع متوفر، وعم نلمس نحن هالشي. نعم. بالمسابقات يعني أنا بقدر أقول شغلي أنه في إحدى المسابقات يلي ربحت السنة أحد الطلاب كتب له بحدود 14 صفحة. نعم. يعني مسألة منا هيني يعني بكل صراحة، بتشوف أنه هالتلاميذ ملمين متعمقين. هون بدي توقف عند دور المدرسة، بس كمان بدي توقف عند دور البيت، عند دور الأهل، عند بدور المحيط الاجتماعي اللي هني موجودين فيه. كتر خير الله يعني فيه نقول أنه بعد في عنا عمق ديني متوفر بشكل مميز. طبعا هالعمق الديني بده رعاية. اليوم المدنية عم بتعرضنا لكتير من الحالات وكتير من التجارب يلي ربما تبعدنا عن ممارساتنا اليومية، ولكن كتر خير الله بعد في. نعم. تلاميذ بمدارسنا يفقهون ويعلمون ويمارسون إيمانهم وقناعاتهم بهالميدان هيدا. نعم، يعني حضرتك ضويت على نوعية هالمشاركة اللي عم بتكون نابعة من ثقافة جيدة ومنيحة بالإيمان. إذا بدنا نحكي عن العدد المشارك، يعني في أشخاص كتير عم بيشاركوا، عم بيتزايد هذا العدد سنة يعني بعد سنة. يعني السنة كان عنا بحدود 50-60 تلميذ مشارك، وسنة جاي مع إطلاق المسابقة باللغة العربية أكيد العدد رح يدوبل أكثر وأكثر بالنتيجة، لأنه الهدف من الواقع مش مسابقة بالزيد أو مسابقة بالناقص. بالنتيجة بتعرفي كل المدارس عندها مسابقاتها، ولكن الرغبة إذا بدك نشر هذا الفكر الوطني والفكر الكاثوليكي المسيحي بأوساط هالشبيبي. برجع بكرر، في وقت العالم يتصارع بين مزدوجين مع كل هذه المظاهر المدنية الحضرية اللي كتير منها عمالي تبعد هالشبيبة عن ممارسة أقله تعاليم الدينية، رح أقول شغلة مسيحية كانت أم غير مسيحية إسلامية. نعم. وبالنتيجة ما يتعرض له شبابنا في مختلف المناطق ومختلف البلدان لا شك أنه تجربة قاسية عم بيعيشوها. وهون دور أولياء الأمر، هون دور العائلي، هون دور المرشدين، هون دور الجمعيات والهيئات بالسعي إلى إبقاء هذا الجيل من الشباب بالمدرسة أم بالجامعة في طريق الحق والصواب والإيمان المسيحي أو حتى الإيمان المسلم. ليش لا، كمان بالنتيجة نحن كلنا أولاد إبراهيم. نعم، إذا بدنا نحكي عن المعايير اللي تتخذ لهذه المسابقات، يعني بيحضروها ببيوتهم ولا بيجوا؟ لا مبدئيا لا، ما في منه برنامج. نعم. يعني موضوع يطرح على تلاميذي تيرمينال وبريمير وسكوند في إطار إذا بدك المعلومات العامة أو الجو العام. نعم. ما في برامج مثل ما هي البرامج المدرسية بمختلف مواد الامتحانات الرسمية أو الامتحانات التي تجريها المدرسة بمدرستها. موضوع عام بثقافة معينة، مثلا بياخدوا قول لأحد المشاهير. نعم. بيقولوا له ناقشوا فيه. أيام بياخدوا موقع معينة، مرحلة تاريخية، حقبة من حقبات تاريخ الدول أو الوطن، وبيقولوا ناقشوا بهالموضوع شو مردوده، شو مدلولاته، شو نتائجه. إذن هالأمور كلها سوا هيدي اليوم. نعم. بتشكل ما يسمى الثقافة العامة. واليوم الثقافة العامة إذا بدك يعني ما لا تتجزأ، يعني اليوم هون دور إذا بدك المدارس يعني بأن يسمحوا وأن يسعوا إلى فتح المجال أمام التلاميذ لأن تكون لهم ثقافة عامة، خصوصا اليوم متوفر هالأمر عبر كل هالتكنولوجيا المتطورة سواء كان انترنت أو مراكز تواصل اجتماعي. يعني العالم كله بين إيديك اليوم، المكتبات الرقمية، أي مكتب أي كتاب بدك تقريه فيك تحصل عليه بكبسة زر. فاليوم يعني الفترة يعني صارت الأمور أسهل بكتير بكتير، ولكن الأساس أنا برأيي إشراف
مدرسة وأهل ومجتمع. نعم. وتاني شيء رغبة عند الطالب بالإلمام بهالأمور والرغبة بالاطلاع والرغبة بالمشاركة. نعم، يعني المسابقات اللي بتقوم فيها مؤسسة المونسنيور إغناطيوس هي نكتب عن موضوع أو جملة، في مسابقات من نوع آخر؟ لا لا لا، هي بس فيها أو مفكرين أنه تحضر؟ لا، نحن في الواقع بالنسبة للمسابقة المدرسية هذا الأمر مفتوح طبعا، وكل سنة الأسئلة تعطى من إذا بدك على ضوء الجو العام اللي بتعيشه. نعم. يمكن سنة الجاي في موضوع تاني، سنة الماضي كان في موضوع آخر، لكن برجع بقول سنة الجاي عنا مسابقة باللغة العربية، وهذه كمان رح تفتح المجال أكثر لعدد أكبر من التلاميذ. نعم. مؤسسة المصنع مرموم تمنح جائزة تاني، تمنح جائزة سنوية لكتاب، لأفضل كتاب يقدم لها، لأنه مش بس جوائز، يعني مخصوص. بالإضافة للجائزة صح، اللي في جائزة تاني، جائزة تاني خارج إطار المدرسة. نعم. كل سنة نطلق جائزة المونسنيور إغناطيوس مارون لأفضل عمل كتاب، مسرحية، موسيقى، وهالجائزة تمنح بالتشريب بكل سنة أيا كان موضوعه أو أي طبعا طبعا لا لا أيا كان موضوعه. وأيام كتير الكتب اللي بتجي عنا لا تستحق الجائزة فتحرم الجائزة بالنتيجة. نعم. طبعا لأنه في مستوى معين، يعني مثلا من سنتين أو ثلاثة منحت الجائزة للفنان للنحات رودي رحمي على مجمل أعماله يلي عملها. يعني اليوم الهدف بالنتيجة تشجيع هذه الطاقات الشابة، والجائزة هي عبارة عن 7 مليون أو 10 مليون لبناني، ما هي شيء بقدر ما هي تشجيع. يمكن صح صح، سنة الماضي الجائزة لم تمنح لأنه فوجئنا بوفاة السفير فؤاد الترك الرئيس المؤسسي. السنة ستمنح الجائزة، والكتب التي قدمت السنة الماضية ستحفظ للمسابقة للسنة الحالية مع ما يأتينا ما سيقدم من مؤلفات، وستكون في الواقع السنة مجال الاختيار بتصور واسع كتير ورحب أكتر. فمؤسسة المونسنيور إغناطيوس مارون بالشق التربوي موضوع حلقتنا اليوم. نعم. بالشق الثاني في جائزة تمنح لأفضل عمل، لأفضل كتاب، لأفضل بحث، عمل مسرحي يمكن، ممكن ما أجينا بعد صراحة في سنة، يعني إن شاء الله يلي عم بتابعونا هلأ عبر تي في تشاريتي وعندهم بتأمل يعني بهذا الإطار يشارك مجموعة أعمال موسيقية، في كتير أخبار يعني ممكن تيجي. الهدف منها أنه يصب بالشروط الجائزة، وهي تشجيع خصوصا عنصر الشباب على الكتابة والبحث وتقديم هذه المؤلفات التي تخضع. هون بدي لي شغل أنه في لجنة، مش لجنة فحصة، لجنة التحكيم، هون كمان لجنة المؤسسة تختار مجموعة أشخاص اثنين أو ثلاثة تبعت كيف، أدباء، صحفيين، محررين أو شعراء أو كتاب، تهني يستعرضوا كل هالكتب ويعطوا رأيهم بمن هو جدير بأي عمل جدير بأن يكون صاحب الجائزة. بذكر أنا هون المرحوم أستاذ غسان تويني في نعم. سنة كتابه البرج ساحة الحرية والشرف يلي عمله مع استاذ فارس ياسين أخذ جائزة المونسنيور إغناطيوس مارون. فبهالموضوع هذا كله سوا الهدف الأساسي تشجيع الثقافة، نشر الأفكار المستقيمة وطنيا وأخلاقيا ودينيا وروحيا ومسيحيا بهالموضوع هيدا. والهدف الأسمى السعي إلى إبقاء هذا الشباب اللبناني عبر المسابقة المدرسية في جو من الثقافة المتقدمة، خصوصا أنه اليوم برجع بكرر وسائل التكنولوجيا فاتحة أمامهم المجال الأرحب بالدخول. نعم. إلى كل هذه المعلومات وكل هذه الكتب وكل هذه المكتبات العالمية. ماتر رشيد يعطيكم ألف عافية على كل الجهود يلي عم بتقوموا فيها، ومنقول مبروك سلف للطلاب يلي رح يفوزوا بكرة بجائزة المونسنيور إغناطيوس مارون. بكرة على الساعة 6 المساء رح يتم توزيع الجوائز لثلاث طلاب يلي هن رح يكونوا قدموا العمل الأفضل. أنا بدي أشكر استضافتك لي بهالحلقة وهالفرصة التي أتيحت
لألي تحت نتحدث عن مؤسسة المونسيور ناوتيوس مارون التي تعمل إلى جانب العديد من المؤسسات التي نكن لها كل الاحترام والتقدير، لأنه من نتيجة فعاليات المجتمع المدني لها دور كبير أن تلعبه في بناء الوطن وتنشئة الأجيال. شكرا جزيلا ويعطيك ألف عافية. وأنا بدوري ماتر رشيد جلخ بدي أشكرك على وجودك معي وبتمنى لكم التوفيق بكل النشاطات اللي بتقوموا فيها. شكرا جزيلا. مشاهدينا نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج شو عندك، بشكركن على حسن المتابعة وبحب أشكر جويس على الإخراج وأسعد على الصوت، وبدعكن على أمل اللقاء الأسبوع المقبل. من هلأ لوقتها أوقات مباركة برفقة كل برامجنا. Merci, c'était bien ? Oui, très bien.